على دقة قلبك. وبترد الروح. راديو أوريان. تعلن عن تأجيل اجتماع وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر عقده اليوم حول سوريا، مرجعة ذلك لأسباب فنية. المعارضة السورية بدورها ستشارك بوفد مصغر في الاجتماع الذي ستشارك فيه أيضا روسيا وإيران وتركيا والأردن بصفة مراقب، إضافة إلى ممثلين عن النظام في سوريا. مصادر دبلوماسية تحدثت عن تركيز السنة الثانية على وضع آلية لتسجيل خروقات وقف إطلاق النار وإحالة مرتكبيها للعدالة. يأتي ذلك بالإضافة إلى مناقشة المقترح الروسي بشأن مسودة الدستور السوري الجديد. قد لا تكون أستانا بديلاً عن جنيف كما يقول المسؤولون الروس، ولكنها محطة لا يمكن الاستهانة بها، خصوصاً إذا ما ارتبط مفهوم تأمين وقف إطلاق النار بالمناطق الآمنة. وبالحديث عن المنطقة الآمنة، لابد أيضاً من المرور على المشهد الدولي حول سوريا، وذلك بدءاً من الاتفاقات التركية الروسية ومروراً بالاتصالات الأمريكية السعودية وانتهاءاً بالجولة الخليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مستمعينا، تداعيات الأحداث السياسية في الملف السوري أناقشها اليوم في هذه الحلقة من زاوية حرجة، فأهلا بكم. ما هي أهمية عقد اجتماع لمراقبة وقف إطلاق النار في اجتماع ترعاه روسيا بكازاخستان؟ وما هو الدور الذي ستلعبه المعارضة السورية في أستانا الثانية؟ وما علاقة تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي بمواقف الدول المعنية بالملف السوري؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، المحلل السياسي التركي طه عودة والمحلل الاستراتيجي العقيد عبد الله أسعد. وأبدأ من المحور السياسي معك أستاذ طه، مرحبا بك. مرحبا. نعم أستاذ طه، تلعب تركيا دورا كبيرا في الملف السوري، وهي اليوم تظهر بصورة الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا الراعي لمشروع المنطقة الآمنة في الشمال، إلى جانب دعمها المباشر لعملية درع الفرات ضد تنظيم الدولة. برأيك ما هو الدور الذي ستقوم به أنقرة في اجتماع أستانا الثاني؟ نعم، منذ شكل أعتقد أن تركيا في الفترة الأخيرة عادت إلى الملف السوري بقوة، وخاصة بعد الاتصالات التركية الأمريكية والاتصال الذي جرى بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب. أيضا تحت هذه الاجتماعات وصل خلافات حادة ما بين الأتراك والروس فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، وأيضا من الملف الكردي، وأيضا هناك حساسية من قبل الروس بشأن التقارب أو التفاهمات التركية الأمريكية. كل هذه المواضيع هي تضع هذه الاجتماعات التي ستعقد غدا كما قالت المعارضة أنها يعني هي سوف تكون دون نتائج. وحصرت المعارضة أيضا يعني
اليوم بخصوص ما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار بسبب الخروقات الإيرانية وخروقات النظام وعدم وقوف أو ضمان روسيا لهذه الخروقات، وهذا ما سبب إزعاجا بالنسبة للأتراك وأيضا للقوى الموجودة على الأرض وخاصة الجيش السوري الحر. نعم أستاذ طه، يعني الخروقات لهذا الاتفاق تأتي من أحد الأطراف الضامنة كما أشرت، وهي موسكو التي لا تزال طائراتها حقيقة تقصف. واليوم نتحدث عن الاجتماع الذي تم تأجيله ليوم غدا، نتحدث عن وضع آلية لتقديم مخترقي الاتفاق المبرم في نهاية كانون أول للعدالة، يعني كيف يمكن ذلك إذا كانت روسيا راعية الاتفاق أول من يخترقه؟ نعم أستاذ طه، هل تسمعني؟ نعم، من دون شك أعتقد يعني بعد توقيع الاتفاق في 30 ديسمبر الماضي كان هناك نوع حلحلة لهذه الأزمة، وخاصة بعد أن وقفت أنقرة وكان في ضامن لوقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الداخل سوريا، ولكن لاحظنا خلال الفترة من توقيع الاتفاق إلى حتى هذه اللحظة أو حتى الاجتماع الذي أقدر في 23 من الشهر الماضي كان هناك يعني ما يعادل 70 خرقا للنظام وأيضا هجومات أو تدخلات للميليشيات الإيرانية، وهذا من دون شك هي تعيد المسألة إلى المربع الأول. نعم، ولكن يعني كيف يمكن وضع آلية حقيقية لمراقبة هذا الاتفاق ومن يخرقه؟ يعني هل أنقرة وأيضا الدول التي ستكون موجودة في الاجتماع منها الأردن قادرة على ضبط اتفاق وقف إطلاق النار أو وضع حدود لهذا الانتهاك؟ ويعني جميع هذه الدول تعلم والمعارضة تعلم أيضا أن من يخترق هذا الاتفاق هو نفسه من يرعاه ومن يضمنه. نعم، من دون شك يعني أعتقد يعني منذ بداية الاتفاق والتوقيع على الاتفاق كانت المشكلة هي في آلية التنفيذ، وخاصة أن هناك روسيا هي تقصف وتقتل وتضغط الطرف عن الخروقات التي يقوم بها النظام السوري وأيضا الميليشيات الإيرانية. هذه هي وضعت المشكلة أو بقت في مكانها وراوحت مكانها. أنقرة هي حاولت الكثير يعني الضغط على روسيا، ولكن الروس غير مقتنعين، وأعتقد أن الروس خاصة بعد ما ذكرت لك موضوع التفاهم التركي الأمريكي وأزعج الروس بشكل كبير. نعم، على الجانب الآخر أستاذ طه، لدينا إيران، وإيران أكثر الرافضين لاتفاق وقف إطلاق النار، وربما حضرت الاجتماع السابق عنوة عنها، يعني كما وصف حضورها بعض المراقبين. يعني برأيك تحضر إيران اليوم الاجتماع، هل سيكون هناك تمثيل حقيقي من الجانب الإيراني، وما هو الدور الذي قد تلعبه إيران في اجتماع السنة الثانية؟ يعني فيما يتعلق بوجود إيران يعني كان في البداية مشاركتها كان مهم للغاية، ولكن إذا كانت وافقت والتزمت في الشروط وعملية وقف إطلاق النار، ولكن الإيرانيين هم شركاء في الجريمة داخل سوريا وهم شركاء في قتل الشعب السوري مع النظام وأيضا عبر الطائرات الروسية التي تقصف سوريا كل ساعة. نعم، يعني إذا ما نظرنا إلى معطيات أيضا المنطقة الآمنة وما يحدث حاليا من تحركات دولية حولها، برأيك ما إمكانية تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي على الأقل في مناطق معينة يعني يجري الحديث عنها وهي الشمال والجنوب السوري؟ يعني فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة أعتقد أن هي تقريبا شبه جاهزة تماما، وخاصة بعد التقدم الكبير للجيش السوري الحر في درع الفرات، وأعتقد موضوع درع الفرات عميد الفرات أصبحت محسومة وهي تنتظر التفاهمات ما بين الكبار، وأقصد هنا ما بين تركيا والولايات الأمريكية، وأقصد ما بين تركيا والموجودين اللاعبين على الأرض إن كان المملكة العربية السعودية أو إن كان قطر. الآن الرئيس التركي يجري زيارات بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان وترامب الثلاثاء الماضي، هناك نعم. كان زيارة لرئيس الاستخبارات، زيارة لوزير الخارجية السعودي عادل جبير، تبحث زيارة مهمة لدول الخليجية، الزيارة هي عسكرية بامتياز بدون شك، كل هذه الأمور هي سوف تبلور
موقف وتتبلور صورة واضحة للملف السوري خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة. يعني أستاذ طه، بالنظر إلى الموقف الأمريكي لإدارة ترامب من المنطقة الآمنة وموقف تركيا منها، يعني برأيك ما هي إمكانية التوصل لتفاهمات بين الجانبين حقيقية أو على العلن في هذا المجال؟ يعني هل يمكن أن نشهد اتفاق أمريكي تركي على تحقيق هذه المناطق، أو أن هناك اتفاقا ضمنيا؟ يعني أعتقد الوضع اختلف تماما عما كان عليه في الإدارة السابقة. الإدارة السابقة كانت هي تخدع الأتراك وخدعت تركيا كثيرا فيما يتعلق بالملف السوري ودعمها للأكراد. أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة هي جادة حاليا بعمل تفاهمات وإجراء تفاهمات مع الأتراك فيما يتعلق بالوضع السوري. وأعتقد أن المنطقة مع ميدرا الفراتية أصبحت جاهزة، ولكن الأهم هي الهدف القادم، وأقصد هنا معركة الرقة، هي التي يعني سوف تحدد المصير، وخاصة مصير تنظيم داعش الإرهابي. يعني كل هذه الأمور هي مسألة وقت، ولكن هذه الوقت أو هذه الفترة الزمنية هامة للغاية لكل الأطراف. نعم أستاذ طه، يعني تحدثت عن منطقة هامة وهي المنطقة التي تجري فيها عمليات درع الفرات، ولاحظنا بعد عودة وتطبيع العلاقات الروسية التركية أن هناك جزء من الاتفاق العسكري بين الجانب التركي والجانب الروسي في المنطقة الشمالية لسوريا. يعني هل تعتقد أن روسيا مبدئيا توافق على وجود منطقة آمنة في هذا المجال؟ وإذا كانت توافق على ذلك، يعني هل يمكن أن توافق الأطراف الأخرى مثل إيران وحكومة النظام؟ يعني لا أعتقد، أعتقد أن الروسي هو متذبذب ومتغير للغاية. قبل فترة كان هناك تصريحات للروس بأنه يجب أو رموا الكرة في ملعب نظام الأسد، وأن حكومة الأسد هي من تقرر. نعم. وأيضا هناك ما يتعلق أو في الحديث تسليم هذه المنطقة للنظام. كل هذه الأمور توضح وتشير إلى أن الموقف الروسي هو موقف متغير، وهو يلعب على كل الأوتار والأحباب، وهو فلاحظنا أن أنقرة انزعجت بشكل كبير، وهي تحولت بشكل مباشر إلى التحرك مع الأمريكان، خاصة بعد الفتور الذي شب العلاقات في العامين الماضيين. ولاحظنا أن كل هذه الأمور، تركيا أصبحت حاضرة بقوة، وأعتقد أن تركيا بعد عملية الفرات سوف تكون أقوى بكثير، وسوف تكون لها اليد طولة في الملف السوري، وهذا ما يزعج الروس ويزعج الإيرانيين أيضا. نعم أستاذ طه، يعني لاحظنا أيضا يعني العملية التي نفذتها الطائرات الروسية وأدت إلى مقتل 3 أتراك أو جنود أتراك في شمال حلب، لم تلقى ذلك الرد العنيف من الجانب التركي في الوقت الذي اعتذرت فيه روسيا واعتبرت أن هذه الغارة جاءت عن طريق الغلط. يعني هل نشهد في هذه المرحلة تهدئة من الجانب التركي، وهل نعتقد أن فعلا الجانب الروسي ذهب إلى هذه الغارة عن طريق الخطأ، خصوصا أن هذه المنطقة التي جرى فيها اشتباكات كانت هناك اشتباكات بين قوات نظام وأيضا قوات تركية وقوات سورية من المعارضة؟ يعني أعتقد أن هذه الغارة جاءت بعد ساعات قليلة أو بعد يوم من المكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس أردوغان وترامب، وأيضا بعد الحركة المكثفة في تركيا الأمريكية. أعتقد هي إن كانت حتى وبالخطأ كانت هي رسالة واضحة من الروس لعدم العودة إلى الحضن الأمريكي، وأعتقد كانت هذه الرسالة واضحة، والبقاء في الموضوع أو في المسار الروسي كما لاحظنا خلال الشهرين الماضيين. ولكن أنقرة هي منذ البداية وضعت خطوط عريضة فيما يتعلق بالملف السوري، يعني هي حاليا تريد إنهاء هذه الأزمة، تريد إقامة المنطقة الآمنة، تريد إنهاء عملية درع الفرات لأسباب، أولا أسباب خاصة بها فيما يتعلق به تحرير الإرهاب وما يتعلق بمناكب كيان كردي، وأيضا فيما يتعلق ب يعني عودة اللاجئين أو عدد السكان الأصليين لهذه المدن إلى قراهم ومدنهم. نعم، يعني أستاذ طه أيضا أشارت إلى الجولة الخليجية للرئيس
أردوغان برأيك أين يمكن أن نصنف هذه الجولة؟ ربما تحدثت أن هذه الجولة قد تأخذ طابعا عسكريا، ولكن على الجانب الآخر يعني وجدنا أن ترامب يطالب في هذه المنطقة ويدعمها، ويتحدث أيضا عن تمويل خليجي لهذه المنطقة. فإذا ما تحدثنا عن نية ومشروع حقيقي لهذه المنطقة كما قال الرئيس أردوغان، يعني هل يمكن أن تصنف هذه الزيارة الخليجية في إطار البحث عن تمويل حقيقي لهذه المنطقة؟ يعني أعتقد الزيارة هي تأتي في إطار التفاهمات الأخيرة التي جرت بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك حالة من القلق الخليجي لطول أمد هذه الأزمة. وأعتقد أن الجميع هنا وخاصة الخليج وموكل تركيا لوضع يعني نقطة على السطح لهذه الأزمة. لاحظ أن الزيارات زيارة أردوغان، كان هناك زيارة سابقة لوزير الخارجية عادل إشبيل، تم بحث يعني هذه القضية بشكل كبير وبإسهاب، وتم التحدث عنها خاصة المنطقة الآمنة وفيما يتعلق بعملية زرع الفرات. تلاحظ كان تصريحات علنيا من قبل السعوديين بأنهم يدعمون هذه المنطقة، يدعمون تركيا في دحرها للإرهاب وفي فيما يتعلق بعملية تحرير مدينة الباب. نعم أستاذ طه، يعني لاحظنا أمر آخر، أن ترامب بحث هذه المنطقة مع السعودية ولم يتطرق لبحثها مع الجانب التركي، فيما تم بحث الموضوع نفسه بين الجانبين السعودي والتركي. كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ يعني أعتقد يعني حاليا يعني تأتي مرة أخرى وكررتها في إطار التفاهمات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تنتهج سياسة مختلفة عن السياسة التي انتهجها الرئيس أوباما، ولكن في نفس المصدر، يعني وهي فيما يتعلق بعدم التكلفة أو عدم دفع أي مبلغ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تكون الفاتورة هي من قبل الدول الخليج أو من قبل تركيا. كل هذه الأمور هي اتضحت، ولكن لاحظنا هناك تقارب، لاحظنا هناك نوع من التصريحات الجديدة في الموقف الأمريكي مختلفة تماما عما كان عليها الرئيس السابق أو الإدارة الأمريكية السابقة، التي كانت متعنتة جدا فيما يتعلق بموضوع الأسد، موضوع المنطقة الآمنة، موضوع الملف السوري بأكمله. نعم، يعني أيضا أستاذ، القوات التركية دخلت الآن شمال حلب، يعني هل نتوقع في إطار هذه التفاهمات أن يستمر تقدم القوات التركية إلى جانب الفصائل الثورية شمال حلب وأيضا إلى مدينة الرقة، خصوصا أن منطقة الرقة ليست من المناطق التي تسعى تركيا لتطهيرها، وهي أيضا لم تشمل المنطقة الآمنة التي أعلن عنها الرئيس أردوغان من جرابلس إلى عزاز؟ من دون شك أعتقد أن موضوع عملية درع الفرات كما تعلمون وتتذكرون هي بدأت في الرابع أو الشمال أغسطس الماضي، وكان هناك تقدم كبير للجيش السوري الحر المدعوم من قبل تركيا، ولكن في الفترة الأخيرة وخاصة من الدعم الأمريكي للأقطاب واختلاط الأوراق تماما، لاحظنا أن هناك خسائر بدأ بها الجيش التركي وبدأ الجيش السوري الحر وله حتى القوات مكانها طيلة الفترة الماضية. ولكن في الفترة الأخيرة وخاصة بعد يعني التفاهمات التركية الأمريكية لاحظنا هناك حركة غريبة أو حركة سريعة جدا في عملية تقدم الجيش السوري الحر، ولكن هنا ما أريد أن أشير إليه وأركز عليه هي فيما يتعلق بالمنطقة، فيما يتعلق بموضوع درع الفرات، لن الميدان لن ينهي هذه المعركة أو لن يحسم هذه المعركة، المعركة هي محسومة تماما، ولكن هي في تأتي حاليا في إطار التفاهمات وفي إطار الصفقات، وكل هذه الأمور سوف تتضح معالمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. نعم، يعني أستاذ طه، بالعودة إلى اجتماع أستانا يوم غد، تنضم الأردن إلى هذا الاجتماع كصفة دولة مراقبة، وأيضا نربط وجود الأردن بعد اللقاء الذي جرى بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وترامب، وأيضا حديث ترامب عن المنطقة الآمنة التي يمكن أن تكون في الجنوب السوري القريب من الحدود الأردنية. يعني كيف يمكن أن نقرأ ضم الأردن لهذا الاجتماع للمرة الثانية؟ بالدرجة كان أعتقد اجتماع الغد حيكون هو عسكري بالدرجة الأولى، وأعتقد كما ذكرت المعارضة هي النقطة الأهم، وهي العودة إلى النقطة الأساسية وهي وقف عملية إطلاق النار ووقف الخروقات. أعتقد كل هذه الأمور
جدا. وانا لا اتصور يعني لا اتوقع ان تخرج بنتائج بسبب يعني هناك التفاف النظام السوري والتفاف الايرانيين على كل المواثيق الدوليه والشرعيه وخداعهم للكل. فلذا لا اتوقع ان تكون هذه المحطه هي محطه ايجابيه، ولكن سوف تكون هي فقط اجتماع، وهذا ما لاحظناه من قبل المعارضه الذين كانوا يعني يائسين او من هذا الاجتماع ومن عقد هذا الاجتماع. نعم، يعني أستاذ الطرف الأضعف في هذا الاجتماع وهو المعارضة السورية، ربما حتى اللحظات الأخيرة كان هناك تشكيك في حضور المعارضة، واليوم يعني حصلنا على معلومات في أورينت أن محمد علوش وصل إلى أستنا، وربما يضم الوفد الممثل المعارضة عدد آخر من الممثلين للفصائل الثورية. برأيك وجود المعارضة في هذا الاجتماع ودعوتها أو الإصرار على تواجدها وقد تم تأجيل الاجتماع ليوم غد، لماذا يأتي؟ هل لإعطاء هذا الاجتماع صفة شرعية، خصوصا أن الجانب الروسي تحدث أيضا عن بحث الدستور الذي وضعته روسيا وتقول أنه نقاط للتحاور وليس دستور سوري جديد؟ نعم أستاذ طه، هل تسمعني؟ يعني إذن يبدو أن هناك خلل في الاتصال من المصدر. في الحقيقة في نهاية هذا المحور أستاذ طه عودة المحلل السياسي التركي، سأشكرك ومستمعينا للحديث أكثر حول الاجتماع الثاني في أستنا والذي يغلب عليه الطابع العسكري. سنستعرض في المحور الثاني البعد الاستراتيجي لهذه المستجدات بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. انتوا عم تسمعوا راديو أورينت. لكل تيار اتجاه، ولكل اتجاه قوة، ولكل قوة أضلاع تتشكل فيما بينها زاوية حرجة. زاوية حرجة كل سبت واثنين وأربعاء في الخامسة بتوقيت دمشق. مستمعينا من راديو أورينت، أهلا بكم مجددا، وفي المحور الثاني من حلقة زاوية حرجة نناقش اجتماع أستنا الثاني وما يرتبط فيه من تحركات دولية حول تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا والمنطقة الآمنة. ويسعدني في هذا المحور أن أرحب بضيفي العقيد المنشق عن النظام سيادة العقيد عبد الله الأسعد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني سيادة العقيد، ونحن نتحدث عن الاجتماع المرتقب في العاصمة الكازاخستانية أستنا، كيف يمكن أن نقرأ أهدافه الحقيقية، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة الراعية والداعية روسيا هي دولة محتلة قبل أي شيء؟ بالتأكيد يعني هذا النظام الأسدي الذي ظاهره للعيان ديمقراطي وباطنه ثيوقراطي لا يمكن التعامل معه من أي بأي جهة من الجهات. فمثل تلك الحرب الطويلة التي عصفت في سوريا لمدة 6 سنوات، بعد أن دخل المستعمر الروسي إلى الأراضي السورية في نهاية في أيلول 2015، كان هناك علة سياسية في هذا النظام. النظام يعتمد دائما على عدم الاعتراف بالشعب بالكامل. فعندما دخلت روسيا وحققت أهداف النظام في سوريا، جميع الفصائل تعلم وقادة الفصائل والشعب السوري الحاضر لهذه الفصائل أن روسيا هي محتل. نعم. لكن يعني لا مفر لهذه الفصائل إلا أن تكون عند رغبة الشعب السوري الذي بدأ يحتاج إلى شيء من الراحة والأمان والبعد عن التشرد واللجوء في مخيمات الدول المجاورة لسوريا. نعم. فلذلك رأينا أن الفصائل لبت طلب روسيا والدول الراعية التي كانت راعية لاجتماع أستانا وذهبت إلى الأستانا
من أجل وقف وتثبيت وقف إطلاق النار على الأراضي السورية. نعم، يعني سيادة العقيد، يعني ربما يمكن تفهم موقف المعارضة السورية وأيضا الفصائل الثورية التي وافقت أخيرا على الذهاب في هذا الاجتماع، ولكن إذا ما نظرنا إلى الجانب الآخر، ولن نتحدث عن تركيا ولكن سنتحدث عن روسيا وإيران ذاهبتين أيضا إلى نفس الاجتماع، يعني هذه الدول لماذا تصر على مشاركة المعارضة في هذا الاجتماع، ولماذا تتحدث أن هذا الاجتماع لوقف إطلاق النار؟ يعني لابد من وجود محاولات للضغط على المعارضة أو لإيقاع فخ جديد في الطريق إلى جنيف، وهي الطريق حقيقة المتعثرة، لأن النظام وإيران وروسيا يرغبان في تعقيد الطريق إلى جنيف وإيجاد حل سياسي. بالتأكيد هي روسيا تريد أن يكون هناك أستانة بديلا عن جنيف. إذا كانت الأستانة بديلا عن جنيف فهذا الموضوع هو حرف لبوصلة التفاوض بالكامل. الجميع يريد أن تكون مخرجات جنيف والقرار 2254 هو الأساس بالنسبة للتفاوض بهيئة حكم انتقالي سياسي وفك الحصار على المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات إليها بعيدا عن وجود الأسد. نعم. لكن ما يحدث، روسيا تريد أستانة بديلا عن جنيف وتريد أن تعدد المنصات. فنحن أصبحنا نلاحظ منصة أستانة، منصة القاهرة، منصة بيروت مؤخرا، ومنصات أخرى يريد أن يطلقها النظام الروسي، أضف إلى انحياز دمستورا إلى جانب روسيا، حتى أنطونيو الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يعني رأيناه كيف متحالفا أيضا مع دمستورا بما قاله: إذا لم تستطيع المعارضة تشكيل وفد فأنا سأقوم على تشكيل هذا الوفد. طبعا دمستورا ومن معه ليسوا يعني طرفا نزيها في الموضوع. تفضلت وقلت أن روسيا وإيران طبعا هم راعين للحرب وهم من المساندين بالدرجة الأولى لبشار الأسد. روسيا نراها تعمل خلف أحلام وردية ببسط الأمان وتثبيت وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، في حين أنها ليست المتحكم الوحيد بوقف إطلاق النار في سوريا. رأينا ذلك في وادي بردة وعين الفيجة بأن روسيا كانت تفاوض الأطراف من الفصائل المعارضة، وكان القصف يوميا على قرى وادي بردة وحصل ما حصل. نعم. والآن بعد الإعلان عن استانة 2 وتغيير رئيس الوفد وما إلى هنالك، حتى تغيير قادة الفصائل الذين كانوا في استانة 1. نعم. وحاليا رأينا وجوه جديدة، هذا ينذر بخطر شديد جدا. نعم. ألا وهو الآن يتم تحضير لاقتحام الغوطة الشرقية والدخول بها وتشكيل حزام أمان حول مدينة دمشق التي هي مقر بشار الأسد طبعا العاصمة السورية. وما رأيناه أثناء فترات الاستراحة بين أستانة وغير أستانة، الاعتداءات اليومية لنظام الأسد بالإضافة إلى الروس بقصف المعابر الحدودية الاستراتيجية والتي منها معبر رصيب بشكل مستمر بشكل دائم، واعتداءاته على المدنيين في درعا البلد، وعدم يعني ضاق درعا بالمدنيين، اطلاق صواريخ الفيل بشكل دائم على المدنيين. فقامت ما رأيناه فصائل الثوار وفصائل أخرى بتحضير لمعركة والقيام بهجوم على قوات النظام. ويعني هذا أنا من وجهة نظري أرى أنه له مدلول من حيث بدء المفاوضات في الأستانة 2 أو في جنيف القادم من أجل إثبات وجود على الأراضي السورية ووجود المعارضة، وأن المعارضة لا زالت حتى الآن فيها دماء جديدة وتسري وقادرة أيضا على التصدي على استفزازات النظام وضرب المدنيين.
سيادة العقيد، يعني إذا سمحت لي، يعني أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وتحدثت عن الغوطة الشرقية، والغوطة ربما هي المنطقة التي تسعى الآن قوات النظام والميليشيات الإيرانية للسيطرة عليها، وتحدث أيضا عن تغيير الوجوه، ونشهد أن محمد علوش سيشارك في هذا الاجتماع. يعني هل يمكن الخروج باتفاق في دمشق الشرقية بعد هذا الاجتماع؟ من وجهة النظر العسكرية، بعيدا عن المفاوضات، النظام السوري النظام لا يقبل بمحاورة شعب نهائيا. أنا أعرف النظام، لمدة 30 عام كنت في النظام، أعرف البنية الكل بيوقراطية لنظام الأسد، ويحكم بمفهوم العائلة المتسلطة على كل أبناء الشعب السوري من 50 عام، وحتى الآن لا يريد أن يرى في السابق معارض يقول كلمة. كيف به الآن يقبل بأن تكون فصائل معارضة موجودة بالجانب الشرقي للعاصمة في الغوطة الشرقية، أو في جوبر، أو في القابون، أو المناطق التي سيطرت عليها فصائل معارضة؟ أنا أرى حتى لو أن المعارضة طبعا وافقت، لأن المعارضة هي تعمل من وجهة نظر الشعب السوري، إنما النظام لا يعمل وجهة نظر الشعب السوري، يعمل بتوجيهات ملال إيران. ونحن نعلم، يعني لنا تاريخ قديم في حفظ الأسد، عندما كان يدعو إلى التضامن العربي والوحدة العربية، وكان يقف بجانب إيران ضد دولة عربية ألا وهي العراق. فلذلك سيدتي، لا أعتقد أن النظام سيوصل إلى اتفاق بينه وبين فصائل الغوطة الشرقية، حتى ولو كان محمد علوش موجود مع الوفد المفاوض. نعم، ولكن يعني إذا سمحت لي سيادة العقيد، يعني في الوقت نفسه نشهد قصف مكثف على الغوطة الشرقية، ومحاولات للضغط، في محاولة لعقد مصالحات على الأقل مع أهالي المناطق هناك. يعني لن يترك النظام الغوطة الشرقية بسهولة، وأيضا في الوقت نفسه هناك ضغوطات كبيرة سياسية خارجية وأيضا داخلية على المدنيين. وأنا أقول كذلك، النظام لن يترك الغوطة الشرقية بطريقة المصالحات وبطريقة المفاوضات وبطريقة الضغوطات. القرى التي هادنت والتي صالحت، يعني هذا طبعا ليس عيبا على الشعب، هذه حرب من رئيس ضد شعبي. القرى التي هادنت والمدن التي هادنت، بعد فترة وجيزة يعود النظام إلى الاقتحامات واعتقال الرجال وسوقهم إلى الجبهات رغما عنهم، ويأتي بلبوس آخر ويدخل الميليشيات الإيرانية إلى تلك القرى لتعيث فسادا بها، ويفرض عليها دكتاتورية جديدة أسوأ من الدكتاتورية التي كانت قبل بدء الثورة، سواء في الغوطة الشرقية أو في الغوطة الغربية، دارية ومعظمية وخان الشيخ وزافية وغيرها. الآن يتمنون الأهل المناطق التي صالحت نظام الأسد، يتمنون أنهم لا يكونوا قد صالحوا، لأن لهم يعني نظر، تسمعون أن النظام على الملأ يقول إما الجوع أو الركوع، فيقطع عليهم كل الإمدادات ويقهرهم، وحتى يمنعهم من التحرك، منهم من يعني من لا علاقة له بالحرب، يمنعهم من التحرك الذهاب من دمشق إلى الغوطة أو درعا أو زاكي أو ريف دمشق الغربي. نعم، يعني سيادة العقيد، بالعودة أيضا للاجتماع، يعني إذا تحدثنا أنه لن يكون هناك مفاوضات على الغوطة الشرقية وهو ما نأمله، برأيك ما هي التنازلات التي تطالب المعارضة السورية بتقديمها بعد اجتماع أستانا؟ الغوطة الشرقية، أنا أعود وأقول أنها مكان استراتيجي ومنطقة استراتيجية، وهي الهاجس الوحيد لقيادة الأسد في دمشق. الغوطة الشرقية يعني من حيث نيرانيا يعني نسميه، أو تكتيكيا أو عسكريا، قادرة على التأثير على قوات الأسد، وكان لها في السابق أن وصلت إلى الجبال المطلة على القصر الجمهوري وعلى أركان القوات المسلحة السابق، ولولا تدخل الأسطول الروسي والطيران الروسي في أيلول 2015 كانت سقطت دمشق.
لأن القوات الغوطة الشرقية، قوات الغوطة الشرقية المتمثلة بجيش الإسلام وفيلق الرحمن والفصائل الأخرى وصلت وهددت الكيان الأساسي لقوات الأسد المتمثل بقيادة الأركان والمقرات الأساسية الاستراتيجية في جيش الأسد. نعم سيادة العقيد، يعني بالإضافة إلى ما تفضلت به، روسيا اعترفت بأن النظام كان سيسقط لولا تدخلها، ولكن يعني الآن تذهب المعارضة السورية ممثلة بالفصائل إلى هذا الاجتماع. برأيك ماذا يمكن أن يحقق الوفد الممثل بالفصائل الثورية في اجتماع أستانا، وهل يمكن أن تلقى مطالبه أو آماله نوعا من ردود الفعل الإيجابية من الدول الضامنة لهذا الاتفاق وبما فيهم تركيا؟ أنا أعلم يعني حق اليقين أن المعارضة ورئيس المعارضة أعرفه شخصيا بأن النظام والروس لن يستطيعوا أن يثبتوا وقف إطلاق النار في روسيا، إلا أن الظروف الدولية، الظروف الدولية والخداع الذي لحق بالشعب السوري من خلال أصدقاء سوريا وجدوا أن لم يجد لديهم أي منفذ آخر سوى أن يجنبوا الشعب السوري ويلات هذه الحرب التي استمرت لست سنوات بشيء ما. الواقع الميداني الدراماتيكي على الأرض يختلف عن الواقع السياسي 180 درجة. السياسة تذهب شمالا والمعارك تذهب جنوبا كما نشاهد على أرض الواقع. وسمعنا أن الوفد طبعا هدد بأنه إذا لم تستطيع روسيا بأن تثبت وقف إطلاق النار طبعا سينسحب الوفد. وأنا أقول الآن لن تستطيع روسيا، لأن إيران هدفها يختلف عن هدف روسيا. روسيا لها هدف جيوبوليتيكي جيوسياسي تحققه من خلال مصالحها الشخصية، وأعتقد أنها حققت لا يقل عن 80% منه. وإنما إيران لها هدف توسعي، هدف تصدير الثورة، هدف قهر الدول العربية، هدف التوسع بكل المجالات من سوريا إلى اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى كل الدول. فلذلك أتوقع أن المعارضة تريد شيئا، تريد الانتقال إلى جنيف أو تريد الأستانة مرحلة الوصول إلى جنيف، وروسيا تريد الأستانة بديلا عن جنيف وتعدد المنصات بجلب أشخاص ومنهم تيار الوعد السوري، تيار سوريا الحر تبع الغد السوري الذي عفوا تفضل تيار السوري بتوقع اسمه أو الغد السوري أو وعد لا مو وعد، تيار الغد بتوقع هذا التيار يمنع منعا باتا ويقول أن من الخطوط الحمراء مناقشة مقام رئيس الجمهورية يعني مقام بشار الأسد. وإذا عدنا إلى القوانين الدولية وإلى الإنسانية، وإلى هل يجوز الدفاع من الأمم المتحدة أو من روسيا أو من أي دولة تعتبر نفسها أنها دولة تدافع عن الإنسانية أن يبقى مجرم قتل نصف مليون شخص في سوريا وقتل في المعتقلات 13,000 وقد يكون أكثر إعداما في سجن صيدناية وضرب شعبه بالكيميائي والآن شعبه الذي هو الشعب السوري موجود في مخيمات بالأردن وتركيا ولبنان وفي المهجر في ألمانيا وغيرها من دول العالم. يعني سيادة العقيد، ولكن برأيك ما هو الحد الأدنى من المطالب على الأقل الإنسانية يمكن أن تحققها المعارضة من هذا الاجتماع؟ أنا أتوقع الشعب السوري وصل إلى نتيجة لا النظام يعني يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري، وهناك واقع موجود على الأرض. هناك دخلت فصائل متشددة رفعت رايات مختلفة شتتت ثورة الشعب السوري التي كان يمثلها غالبية العظمى الجيش الحر وله راية الثورة السورية، بعد أن رأى هناك تقاتلا بين فصائل ذات أفكار عفنة وأفكار مختلفة ورفع رايات وشرعيين وما إلى ذلك، رأت أنه لابد من الانطلاق بسوريا جديدة بجيش سوري وطني وجيش سوري قوي وإعادة مؤسسات الدولة وأبعاد من تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري خارجا، والانطلاق بعملية سياسية ترعاها دول عظمى وبرعاية الأمم المتحدة، وأن تكون مرحلة الانتقال السياسي
مرحلة وفقا لما رسمتها مخرجات جنيف التي اعتمد عليها دمستورة وفريق دمستورة سابقا واتفقت عليها جميع الأطراف. إلا أن نرى مجددا أن روسيا وإيران، طبعا إيران أكثر من روسيا، بأنها لا تريد ذهاب حتى إلى مفاوضات أو حتى وقف إطلاق النار، لأن هدفها توسعي وهي من أصحاب تصدير الثورة، الهدف الأساسي لثورة الخميني. نعم سيد العقيد، يعني سأذهب إلى نقطة أخرى مرتبطة بوقف إطلاق النار، ونتحدث أيضا عن الدور التركي. يعني لاحظنا أن هناك اتفاق ضمني تركي روسي فرض نوعا من السيطرة الجوية لأنقرة فوق مناطق عمليات درع الفرات شمالي سوريا. لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف، ولكن كيف يمكن أن نقرأ الموقف العسكري الروسي في هذه المنطقة على الأقل؟ طبعا يعني الوجود الروسي أمر واقع لا نستطيع أن ننكره نهائيا. بالأساس في نهاية 2015 أيلول 30 أيلول عندما دخلت إلى سوريا القوات الروسية وبنت قاعدتها في حميمين، وعززت قاعدتها البحرية في طرطوس، أصبحت الدول الإقليمية مقيدة وليس حرة، حرية مطلقة. هنا يجب أن ننظر إلى وجود صواريخ استراتيجية جديدة استهدافية وجدت في المنطقة، وفي بداية الأمر كان هناك اضطراب روسي تركي كبير جدا نتيجة إسقاط طائرة روسية بسلاح الجو التركي، استمر فترة من الشحن أو عدم التفاهم، إلا أن في النهاية يعني التفاهم الذي وجد بين روسيا وتركيا طبعا نتيجة حسابات روسية وحسابات تركية. نعم. لروسيا مصالح في تركيا كبيرة جدا، وكلنا يعرف الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا عن طريق الأراضي التركية، وكلنا يعرف الهاجس التركي أو الأمن القومي التركي أيضا كان مهددا من الجنوب من جهة الشمال السوري. كان لابد من تنسيق وأبعاد أحزاب إرهابية، يعني هناك أحزاب إرهابية كتير داعش والبيتية وغيرها، هي أحزاب كلنا يعرفها وهي مصنفة على لائحة الإرهاب الدولي، و يعني هذه الأحزاب يدعمها من تحت الطاولة نظام الأسد ونظام إيران. يعني هل سمعت يوم من الأيام أن معركة حقيقية حصلت بين مثلا البي كي كي وداعش أو بين داعش والنظام؟ هل وجدنا مثلا تصدي قوي من قبل قوات الأسد لداعش عندما أتت من الرقة في صحراء واسعة ودخلت إلى تدمر؟ يعني سيادة العقيد، نعم، يعني أنت تتفق أن المصالح التركية والروسية التي أشرت إليها قد تكون مقدمة لمنطقة آمنة حقيقية تتجاهل روسيا موقفها من النظام فيها؟ في الواقع المنطقة العزلة يعني ليست هي عبارة عن كلام يحدده دول فيما بينها، يجب أن يسبق المنطقة العازلة قرار دولي من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، له محددات وله عوامل، من منع طيران نظام الأسد أو تحليقه فوق تلك المناطق، وعدم وجود قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة في تلك المنطقة. فقط يجب أن تكون هناك قوات حفظ أمن في تلك المنطقة، قوات تسليح خفيف، ليست يعني عبارة عن تحتاج أساسا إلى حتى أموال طائلة للمنطقة العازلة، وتحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى اتفاق دولي. نحن نرى الآن الاختلافات الظاهرة لدينا ولا نعلم ما هي الحقيقة بين الدولتين العظميتين روسيا وأمريكا، أن هناك خلاف يعني في سوريا من كيل اتهامات طبعا مع الإدارة القديمة، إدارة أوباما وجون كيري وزير خارجية. نتمنى أن تكون المرحلة المقبلة للإدارة الأمريكية الجديدة لصالح الشعب السوري. نعم. وباعتقادي أنا أن الشعب السوري سيستفيد، إذا استفاد سيستفيد من صراع
لصراع المصالح لتلك الدول. نعم سيد لقيد، يعني ولكن عندما تحدث عن دخول فعلي للجيش التركي للأراضي السورية، يعني كيف يمكن لهذا الدور العسكري أن يكون في المستقبل، خصوصا أننا بدأنا نسمع عن معركة الرقة بالدعم التركي؟ نعم، في الواقع الأراضي السورية أصبحت سوق بدون بواب. هناك 64 فصيل من الفصائل والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانب النظام. نجد داعش، نجد جبهة النصرة ما سميت مؤخرا فتح الشام. أصبحت الأراضي السورية عبارة عن أراضي يعني غير محكومة أمنيا، غير محكومة. أصبحت هناك فصائل تعيش فسادا، تحقق مصالح دول في سوريا، تحقق أجندات خاصة لتلك الدول. طبعا نحن نتكلم، لو أردنا أن نتكلم عن تركيا، نعم. تركيا دولة لها أمنها القومي وتحيط أو تحابي الأراضي السورية من جهة الشمال. هناك أحزاب معادية تركية، نعم. مثل البي كي كي والبي واي دي، أحزاب لها خلافات واسعة جدا من أيام حافظ الأسد، عندما كان يحتضن حزب بي كي كي ويدربه، وحزب العمال الكردستاني يدربه في الزبداني وفي البقاع الغربي ودروشة وكل أراضي سورية. فهذه الأحزاب موجودة على الجهة الجنوبية التركية، وهي من حقها أن يعني تحافظ على أمنها القومي من جهة بلد أصبحت غير مضبوطة، وأصبحت الميليشيات والفصائل تعيش فسادا فيها. والآن أنت ترين أنه أي فصيل مع فصيل آخر، حتى لو كان مثلا من نفس الجهة، يتقاتل مع الفصيل آخر في أي لحظة. حتى الفصائل الشيعية اللبنانية والعراقية تقاتلت على أراضي نبل وزهراء، وتبادلوا قصف مدفع فيما بينهم. وفصائل الثوار أحيانا اختلاف لعدم وجود ضابط أساسي وعدم وجود قيادة مركزية لتلك الفصائل، وإنما الفصائل هذه تعمل استجابة لتعليمات من الخارج. وما أكثر تلك الأجندات التي أصبحت تتحكم بالأرض السورية بشكل كامل يعني. وترين الآن أن حتى المجال الجوي السوري الذي يتحدثون عنه الحكومة السورية، السيادة الوطنية والسيادة الوطنية، ونرى أن طيران من مختلف الجنسيات يطير فوق أراضي سوريا، وكأنه يعني عذرا بين قوسين كأنه كراجات يعني أصبحت الجغرافيا السورية. نعم سيادة العقيد عبد الله السعد، المنشق عن قوات النظام والمحلل الاستراتيجي، سأشكرك على ما أثريت به حلقتنا اليوم. الشكر موصول أيضا للمحلل السياسي التركي أستاذ طه عودة. مستمعينا، ناقشنا في هذه الحلقة معطيات اجتماع كازاخستان المقرر أن يعقد يوم غد في أستانا بحضور روسيا وإيران وتركيا وأيضا الأردن بصفة مراقب، والمعارضة السورية وممثلين عن النظام. أتمنى أن نكون قد وفقنا في حلقتنا. مستمعينا، لكم ولسوريا السلام. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.